مزرعه للايراني، لبنان بده يكون مزرعه لنبيه بري، لبنان بده يكون مزرعه لحسن نصر الله، بدنا نقول لهم فشرتم. ليش دايما منشوف انه الجيش اللبناني يعمل على تطويق وبإجراءات مشددة مسجد بلال بن رباح وكأنه الطرف الثاني غير موجود او هو طرف مجهول؟ الجيش اللبناني مش طبعا كأفراد وضباط، كمؤسسة مهيمن عليها من قبل سلاح حزب إيران. أين هم اليوم؟ يعني أين هو الشارع اللبناني اليوم من ما يحدث وما يرتكبه حزب الله مع النظام السوري؟ هل نقلت ميليشيات حزب الله معركتها الطائفية من سوريا إلى لبنان؟ وما هو سبب الاشتباكات في صيد اليوم؟ الشيخ أحمد الأسير يجيب على أسئلة أورينت نيوز في برنامج ضيف المشرق، يأتيكم في الأوقات التالية.